مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من انت حر. حلقه الليله هي حلقتنا الاخيره على سي بي سي 2. ان شاء الله قريب جدا انتظرونا انت حر بشكل جديد وديكور جديد. ان شاء الله نتمنى انه يطول يعني اعجابكم وتبقوا مبسوطين وسعداء، واعتقد ان احنا حاولنا بقدر الامكان انا وكل الفريق الرائع اللي لهم على فكره انا ولا اي حاجه، هم كلهم ناس محترفين، انا الهوى الوحيد اللي في وسطهم، فاذا كنا حققنا اي نوع من انواع القبول لدى حضراتكم فده الفضل في الاول وفي الاخر رجع لربنا، ثم سي بي سي والاستاذ محمد هاني والفريق الكرو الجميل اللي بيعمل معانا الاعداد الاولاني الاستاذه سحر الجعار ثم الجعاره ثم الاستاذه رحاب الشاذلي، ومش عايز انسى اسماء السيد المخرج وكل الناس اللي معايا. ان شاء الله نشوفكم قريب جدا، ديكور جديد شكل جديد، هتستنونا او ما تستنوناش انت حر. سهرتنا الليله من انت حر هتكون مع نجوم ستار اكاديمي دعاء السبيعي منى عطا ومحمد حسين، تزورونا في سهره غنائيه ممتعه مع نجوم الموسم العاشر لستار اكاديمي. والليله كمان هيكون لنا لقاء مع واحد من الفنانين الكبار قوي اللي قدم مجموعه عظيمه من الادوار المهمه والمتنوعه للسينما والتلفزيون، ضيفنا الفنان الكبير احمد خليل. اما اولى فقراتنا الليله فهتكون عن تفاصيل فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما واللي هيكون حفل افتتاحه غدا الجمعه في حضور عدد كبير جدا من الفنانين والشخصيات العامه. ضيفنا هو الرجل الرائع الذي يعلم تماما قيمه الفن في تهذيب النفوس وفي زرع الحقيقه وفي صلاح المجتمعات، معانا الاب الجليل بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي في حوار مهم عن المهرجان في دورته 63، وكيف يكون للفن دور في مواجهه التطرف والارهاب، ودور المؤسسات الدينيه ازاي تقدم خطاب ينير العقول ويواجه التطرف. قبل ما نخرج لفاصل نستقبل من بعده الاب بطرس دانيال، هنشوف تقرير عن الامسيه الشعريه الغنائيه، ما تاخرناش، فاصل وانت حر. السلام والود وبوكيهات الورد وتمنياتي لك بقضاء يوم ابيض من سنه بيضة في عمر جميل. ازاي معلم جايب لك اشواق من نيل؟ هو صحيح عجز بس لسه بيعرف يضحك. عملت امسيه مع استاذ امين حداد وكان برضو معانا اسكندريلا، ودي امسيه لاحمد حداد برضو معانا اسكندريلا، ويعني ما بعملش امسيات شعريه كتير بس ببسط جدا بالشغل معاهم يعني، وبشوف ان ده بالنسبه للممثل دي حاجه يعني بشوفها حاجه كويسه جدا. امبارح كنا سوا كنت بغني انا واصحابنا، انا اللي بالامر المحال اختوى. وبعدين ورا الهوا كان صوته حلو، ما غناش من الاساس وجع في راسه بعد الشر ده حبيبي اللي اصر يكون في حياتي. انا اوريدي كنت اعرف عماد اسماعيل ودعاء حمزه من قبل كده، فطبعا كنت مبسوطه ان انا اشتغل معاهم تاني لان احنا بنمثل مع بعض من زمان برضو، فلا كنت متحمسه جدا وعجبني يعني المود كله، فكره ان في كوميدي وفي دراما وفي غنى وفي يعني في كل حاجه، فعرض شامل كده فلطيف. طب شربيني ينسوني يا بورما. فهي بتبقى شعر وغنى مركزين جدا، فبتاخد منهم وقت، وبعدين احنا بنبتدي نعمل بروفات وبنقعد برضو مدة نعمل عليها بروفات ونتدرب على الاغاني وكده، وفي الاخر بتطلع طلعت بالشكل اللي انتوا شفتوه النهاردة يعني. وازاي اقول اني بعيش اللا معقول؟ اتجننوا قبل الدنيا ما تخلص، اطمنوا ميزان الكون مش هينقص، اتفننوا في الحب خلوا القهر يفطس يقب يختص القمر، اه لو نطول
يا حضن داوي الحزن من غير فضفضة، يا حسن طير بيا وبيها في الفضا، عجزت يا ليل على هد الحيل والمخمضة، عقلي ابتدى يزيح العوايد والأصول. الأمسيات بتاعتنا مش بتبقى مجرد شعر وغنى وان احنا يعني لا، احنا عندنا نص اللي بنعمله في الأمسية دي مش بنكرره في أمسية أخرى، بنعمله بأشبه بالميوزيكال. مادام قبلت التحدي ودخلت جوه المغامرة، ولا ليلة ممكن تعدي إلا في ظلك يا صمرة. احمد بيكتب الامسيه كلها بالاغاني بالاشعار يعني كلها اشعار في الاخر، وبعدين بنشتغل مع بعض بقى، بنشوف بقى هنعمل ايه هنا، الاغنيه دي ترتيبها رقم كام في العرض. الشاعر بيعمل بروفات لوحده والموسيقى بتعمل بروفات لوحدها، وبعد كده في اخر اسبوع بقى، ده لو كان الوقت ضيق زي ما كان كده بالنسبه لنا المره دي، بنشتغل مع بعض اخر اسبوع ونشوف بقى شكل الحكايه عامل ازاي. ما بقتش الحرية بعيدة.